مهنة المحاماة تخليك تعمل المستحيل باش تدافع عن الناس. بعد وباء كورونا رانا ندافع عليهم بطريقة أخرى خارج أسوار المحاكم. ربتنا وكبرتنا ومازالها لحد الآن تحامل أنها تدير الخير. مهنة المحاماة بديتها في سنة 2015، يعني عندي 5 سنوات، وبديت العمل التطوعي قبل ما نكون محامي. تعودت أني نساعد أهل الحي في نشاطاتهم الخيرية، ونساعد الجمعيات، ونتجند معاهم في أي عمل تطوعي يقوموا به. إنه الإنسان يتربى هكا من العدم مستحيل، لازم هذه الأمور تاع الخير يزرعوهم فيه والده. الوالد ربي يرحمه كان بحار، كل ما يجي من السفر تاعو كل واحد من الجيران يعطي له لابار تاعو. هذا الحب تاع الخير للناس هو اللي خلاني أن نكون في الأعمال التطوعية. احنا تربينا في وسط شعبي، تربينا في القصبة، القصبة كلها عائلة واحدة. أول مثال للحب الخير والحنان هو الوالدة. كاين فقراء، كاين محتاجين، راهم في الشارع الآن. حتى في ظل الوباء ما زالهم في الشارع، يباتوا في الشارع. رانا نوفر لهم الأكل. تقوم الوالدة ربي يجازيها كل خير، طيب المتشردين اللي يباتوا برا، طيب لهم واحد حوالي 3 أو 4 مرات في الأسبوع. فكرة صناعة الأكمامات وصناعة الألبسة الطبية هو أننا على بالنا باللي كاين نقص في المستشفيات الجزائرية، وحنا حبينا أننا نسد هذا النقص ولو كان بنسبة قليلة جدا. ورشات الخياطة ساهموا كثير في هذه الأعمال التطوعية، وهما اللي فتحوا لنا بابها. الألبسة تبدأ بطبيعة الحال أنك توفر المادة الأولية اللي هما الأقمشة، بعد هذا يتم تفصيلها، بعد التفصيل يتم مرحلة الخياطة والانتهاء منها، وضعها في أكياس ليتم تعقيمها بعد ذلك ونقدموها للأطباء في ظروف صحية. يكفي أنك محامي أو قاضي أو تاجر، يكفي أنك تكون إنسان تجرب كامل مهنتك وتبادر في عملك. الله العظيم غيرها، ربي يرفع عنا هذا الوباء.